تجميل الأنف دكتور محمد روبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأنف يعتبر من أكثر ملامح الوجه لفتا للنظر، وتعتبر عمليات تجميل الأنف إحدى أكثر عمليات الجراحة التجميلية شيوعا، وتختلف أسباب اختيار الناس لهذه العملية، فمنهم من هو غير راض عن الأنف الذي ولد به، ومنهم من هو غير راض عن تأثير التقدم في العمر على أنوفهم، وقد يكون هناك من شوهت أنوفهم نتيجة عمل جراحي أو حادث سيارة أو لكمة، أو قد يكون الهدف هو تحسين حالة التنفس. ولكن ومهما اختلفت الأسباب، فإن شيئا واحدا يبقى جليا، هو أن لا شيء يؤثر على شكل الوجه أكثر من حجم وشكل الأنف، ويمكن لتغير بسيط فيه أن يحسن من مظهر الشخص. إن الهدف من جراحة الأنف التجميلية هو تحسين المظهر الجمالي وجعل الأنف يبدو متناغما بشكل أفضل مع بقية ملامح الوجه، أو تحسين وظيفة التنفس. هناك عوامل مهمة يجب وضعها بعين الاعتبار قبل الجراحة، مثل نوع الجلد والخلفية العرقية والعمر، ويجب أن يكون المريض قد وصل إلى عمر النمو الكامل، أي حوالي 15 سنة، وذلك قبل القيام بهذه العملية. وإن كان هناك استثناء في حالات الاضطراب التنفسي الشديد. ولفهم خطوات عملية تجميل الأنف. يجب فهم التركيب التشريحي للأنف، فالجزء العلوي من الأنف يدعمه عظمتان وغضروفان بالإضافة للحاجز الأنفي، والجزء السفلي يدعمه غضروفان منحنيان يكونان أرنبة الأنف. يمكن لعملية جراحة الأنف التجميلية أن تحسن مظهرك وثقتك بنفسك، ولكن هذا لا يعني تغيير معاملة الناس لك. فإذا كنت تسعى لتحسين مظهرك وحالتك النفسية مستقرة وتوقعاتك منطقية، إذن فيمكنك عمل العملية. تتم جراحة تجميل الأنف لتعديل حجم الأنف، لتعديل عرض الأنف، لإصلاح الأنف المحدب المعكوف، لإصلاح تقعر الأنف، لإصلاح اعوجاج الأنف، لتصغير أرنبة الأنف العريضة، لإصلاح سقوط الأرنبة. كما تتم جراحة تجميل الأنف لإصلاح مشاكل ضيق التنفس المزمنة. يمكن للذقن المتراجعة أن تجعل أنفك يبدو أكبر، لذا قد ينصح بزيادة حجم ذقنك لبضع مليمترات. وقد يكون هناك ضمور في بعض ملامح وجهك المحيطة بالأنف، مثل الوجنات المسطحة، الشفاه الرقيقة، الجبهة المتراجعة، ويمكن إصلاح هذه الملامح أثناء عملية جراحة الأنف أو بعدها ببعض الوقت، وذلك لتحسين المظهر النهائي للأنف. كما يمكن الحصول على نتائج جيدة عند إجراء عملية تصليح لأنف كان قد خضع لعملية فاشلة من قبل. جلد الأنف السميك يجعل العملية أكثر صعوبة ويؤثر بشكل ما على النتيجة النهائية، كما يؤدي لإطالة مدة الشفاء، وذلك لأن الجلد السميك لا يتقلص بسرعة تقلص الجلد الرقيق. خطوات العملية: بعد إجراء الكشف وتحديد المشاكل المراد إصلاحها ورسم الشكل النهائي بعد العملية، تتم جراحة تجميل الأنف تحت تخدير كلي أو موضعي، وتستغرق حوالي الساعة ونصف، وتبدأ بعمل جرح في الجلد بين الأرنبة والشفاه العليا وداخل فتحتي الأنف، وغالبا الندبة المتكونة من ذلك الجرح بسيطة وغير واضحة. كما يمكن عمل تجميل الأنف خلال جرح فتحتي الأنف دون فتح الجلد. بعد ذلك يتم فصل الجلد عن هيكل الأنف من غضاريف وعظام حتى يتثنى إعادة تشكيلها، إما بإزالة جزء من الغضروف
أو بعمل غرز جراحية لزيادة انحناءات الغضروف وتعديل وضعه بالنسبة للغضار في الأخرى، ومن ثم تبدأ خطوة تشكيل العظام، وذلك بعمل كسر عظام الأنف لإعادتهما للوضع الطبيعي المناسب والمتناسق مع باقي ملامح الوجه. ثم يتم غلق الجرح بغرس جراحية ووضع حشوة من شاش الفازلين لتدعيم الأنف من الداخل، كما يتم وضع دعامة للأنف من الخارج. حينئذ تنتهي العملية، وقد تحتاج للمبيت بالمستشفى ليوم واحد، وقد تتولد بعض التورمات في الجفن السفلي تحتاج لكمادات دافئة، وبعد يومين يتم إزالة الحشوة الداخلية، وبعد 5 أيام يتم إزالة غرز الجلد، وبعد 1 أسبوع يتم إزالة الدعامة الخارجية، وحينئذ يمكنك العودة لممارسة حياتك الطبيعية وتختفي آثار التورمات والكدمات خلال 1 أسبوع لـ 2 أسابيع بعد العملية. يجب أن تضع في الحسبان بأن الشفاء هو عملية تدريجية، لذا لا يمكن الحكم على النتيجة النهائية إلا بعد مرور 1 أو أكثر، ويجب إعطاء الشكل المناسب للأنف والمتناسق مع باقي الوجه وجنس المريض وسنه. للمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكنك الاتصال. تجميل الأنف دكتور محمد روبي.